مخرج الأحكام اللي يسمع اسمه أقول واحد حسن أحمد محمد الجلشي حكمت المحكمة حضورية المعاقبة حسن أحمد محمد الجلشي بالحبس مع الشهر لمدة سنة يلزمه بالمصاريف الجنائية ومصادرة المحرر المحررات المزورة المضبوطة وأمرت بإيقاف تنفيذ عقوبة الحبس المقضي بها لمدة 3 سنوات تبدأ من تاريخ صدور الحكم. دول اثنين توفيق عماد توفيق علي أبو غاسم اللي يسمع اسمه الرد براء حمادة مبروك فرج مبروك حكمت المحكمة الحضورية بمعاقبة حمادة مبروك فرج مبروك بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات وتغريمه 50,000 جنيه ويتم المصاريف الجنائية وأمرت بمصادرة المضبوطات. 4 ديشوري كريم لبيب حنا ميخائيل ديشوري براء 5 الحصري عنتر محمد رزق الحصري براء 6 صبري محمد فوزي محمد عمرو محمد عبد الرازق محمد محمود السعيد عبد العزيز محمد براء الله اكبر محمد عبد الرؤوف عبد الباري زايد براء يحيى ناصر رضا محمد صلاح دور 9 ناصر حكمت المحكمة الحضورية بمعاقبة ناصر رضا محمود صالح بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات وتغريمه 50,000 جنيه وإلزامه المصاريف الجنائية ومصادرة المضبوطات. منير عنتر محمد عبد المنصور منير حكمت المحكمة الحضورية بمعاقبة منير عنتر محمد عبد المنصور السنغوري بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات وتغريمه 50,000 جنيه وإلزامه بالمصاريف الجنائية ومصادرة المضبوطات. مصطفى سعيد محمد حكمت المحكمة الحضورية بمعاقبة مصطفى سعيد محمد منصور بالحبس مع الشهور لمدة 6 أشهر وتغريمه 10,000 جنيه ومصادرة الجوهر المخدر المطلوب وإلزامه المصاريف الجنائية. 12 محمد عبد الحميد أحمد عبد الحميد إمام أبو خير حكمت المحكمة الحضورية بمعاقبة محمد عبد الحميد أحمد عبد الحميد إمام الخير بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات وتغريمه 50,000 جنيه وإلزامه بالمصاريف الجنائية ومصادرة الجوهر المخدر المضبوط. 13 عيسى جمال محمد محمود علي حكمت المحكمة الحضورية بمعاقبة عيسى جمال محمد محمود علي بالحبس مع الشهر لمدة سنة وتغريمه 10,000 جنيه وإلزامه بالمصاريف الجنائية ومصادرة المضبوطات. 14 شرف الدين علي شرف الدين إسماعيل حكمت المحكمة الحضورية بمعاقبة شرف الدين علي شرف الدين إسماعيل بالحبس مع الشهر لمدة 6 أشهر وتغريمه 10,000 جنيه وإلزامه بالمصاريف الجنائية ومصادرة المضبوطات. 15 محمود منتصر مبروك
الحمد لله. براء دور 19 محمد علاء الدين ومحمد المغرب. بعد الاطلاع على الأوراق وتلاوة أمر الإحالة وسماع طلبات النيابة العامة والمرافعة الشفوية والمداولة قانون عملا بنصوص المواد 304 فقرة ايه و 309 فقرة ايه و 313 و 381 فقرة ايه من قانون الإجراءات الجنائية والمواد 32 و 230 و 231 و 316 مقرر ثالثا أولا وثالثا من قانون العقوبات والمواد 1 فقرة 1 25 مقرر فقرة 1 و 30 1 من القانون 394 لسنة 1954 المعدل بالقوانين رقم 26 لسنة 78 و 165 لسنة 81 و 5 لسنة 2019 والبند رقم 7 من الجدول رقم 1 الملحق بالقانون الأول المعدل بقرار وزير الداخلية رقم 756 لسنة 2007 حكمت المحكمة حضوريا وبإجماع آراء أعضائها بمعاقبة محمد علاء الدين محمد المغربي بالإعدام شنقه وإلزامه بالمصاريف الجنائية ومصادرة أداة الجريمة المضبوطة وإحالة الدعوة المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة وأبقت الفصل بمصروفاته. عشان يجي تابعي أهل مصر في كل مكان يعني طبعا قضت محكمة جنايات دمنهور المنعقدة بإنتاج البارود محكمة إنتاج البارود بالحكم على قاتل السيدة انتصار سهير الأنصاري طبعا يعني بالإعدام شنقر يعني طبعا قتل السيدة سهير أنصاري بإحدى الطرق بمدينة دمنهور بمحافظة البحيرة ويعني تم الحكم على المتهم بإعدام شنقر مشاهدي ومتابعي على مصر في كل مكان. شكرا على حسن استماعكم وإلى اللقاء في إن شاء الله.